نستمر في الطريق اللي يربط إذن طريق السياشة الغربي ولاية ميلا ويربطها كذلك بمدينة ميلا. نروح نشوف الطريق هذا في اشغال تاع الازدواجية تاع الطريق هذا، وكذلك فيه اشياء كثيرة نروح نزورها ونشوفها ونكتشفها ونكتشفوها مع بعض. على كل حال نخليكم تتابعوا اذا هذا الفيديو حول الطريق اللي يربط مدينة ميلا بطريق السياشة الغرب. والسلام عليكم. هنا نشوف الخطورة، خطورة تاع الطرقات اللي ما تكونش مزدوجة، شوف في خطورة كبيرة، يعني خطورة. واليعني المؤسف الكبير المؤسف هو انه عندما تكون انت تسوق وتحترم تحترم السرعة وتحترم الاتجاه وتحترم قوانين المرور، ويجي واحد مقابلك ما يحترمش وانت تخلصها غالية، يجي من الجهة المقابلة ويخرج لك ونقوله في ديقة كبيرة. والله مؤسف جدا، الطرقات هذه لازم ما تبقاش خاصة في المال، يعني في الأماكن المكتظة اللي عندها كثافة سكانية كبيرة وكاين حركة مرورية كبيرة، لابد من الازدواجية تاع الطرقات هذه. على كل حال هنا في ولاية ميلا عندنا أشغال كثيرة شفناها ودرت عليها عدة فيديوهات، واليوم نروح نشوفوها مع بعض. أترككم تتابعون، السلام عليكم. أشغال تاع الازدواجية تاع الطريق